بالله من الشيطان الرجيم. مقبرة؟ ايه مقبرة. شبك على اساس انت ما بتخافوا؟ عقلك كبير. ما اختلفنا عقلي كبير، بس والله الشغلة ما خطرت ببالي منوب. مقبرة؟ اكيد انتوا لفيتوا الضيعة كلياتها وما حدا قبل معكم، انتوا اجيتوا لعندي، واضحة الشغلة. لا لفينا ولا شيء. انا قلت له لابو مصطفى انت بالذات من بين كل هالناس اولى بهالراتب اللي بدها تدفعه البلدية. فشو قلت؟ ليش قديش الراتب؟ 8000. بعتقد هيك بكفيك. هو بكفيني بس خايف عقلي ما يكفيني لاخر الشهر. شو بنا ابو الفوز؟ هذا ابو لطفي مجنون، ما في براسه ولا درهم عقل. لا سيدي، وانت صادق صار مجنون بعد ما اشتغل بالمقبرة، لانه مو قليل اللي شافوه المسكين. مو قليل اخي، شوفي شافها على الهوا ما حكالي هو. شوفت العفريتة يلي اظافيرها نص متر صارت كركرو وهو نايم بالليل، هيك قال لي. شو هالعلاقة المصدي؟ من كل عقلك مصدق الحكي ابو الفوز؟ الحكي ببلاش يا ابو فايز، بكبر عقلك وبلا هالسخافة. لك شو كبر عقلي وما كبر عقلي؟ عامل لك الزلمة شاف بعينه ما حدا قال له. طيب انت شفت بعينك؟ اخي لا شفت ولا بدي اشوف، شو الله جابرني؟ طمنوني على شو اتفقتوا؟ والله يا ام فايز ناطرين موافقة جوزك. لك انا موافقة هاي؟ انا موافقة؟ هيك شغلة اخي انا ما بشتغلها ولا بدي موت من الجوع، بقى دورولكم على شيء اجدب غيري. روحوا اتركوني بحالي يا اخي. ولك يا ابو الفوز انت شو خسران؟ جرب. شو خسران؟ شو عم تحكي انت؟ شلون شو خسران؟ راح اخسر عقلي، يعني اذا ابو لطفي نفد شو بيضمن لي انه انا انفقد؟ استهدي بالرحمن يا ابو فايز. شو؟ الشغلة كلها مسخرة وحكي فاضي. اصبحت توظفي انت طالما الشغلة بنظرك مسخرة والعلاق فاضي. اخي الشغلة كلياتها انا ما خرطت مشطي، سلام عليكم. ما قلت على قلك، يعني ما لقيت تدبر لي شغلة على شهادتي غير حارس المعبرة؟ الله يرحمك يا ابي، رحمة الله عليك تنزل. لو علمتني مصلحة اشتغل فيها مو كان احسن من هالعلم كله؟ لا حول ولا قوة. معقولة قصارى؟ اللي لأشوف لأنه صف واصل. صف الثالث. ثالث جامعة؟ لا ثالث ابتدائي. أصبح أنا لازم أمشي. أنت بيان هون أبو عاشور؟ لا وقف خدني معك، أنا شغلي لفوق راسي. ما شربت الشاي يا جماعة؟ مشروبي مرفوز. السلام عليكم. سلام. الله معكم، مع السلامة. ولا يهمكن، أنا اليوم بحكي معه بالليل وبقنعه. معكم لبكرة الصبح، أنا ما بقدر خلي المقبرة بدون حارس، الشغلة فيها مسؤولية كبيرة. فاضي. سلام عليكم. الله معكم، مع السلامة.